السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين ورمضان مبارك علينا وعليكم. واليوم حيكون مقطعنا أو طوال شهر رمضان رح تكون مقاطعنا يومية، حيكون عندنا 30 مقطع طوال شهر رمضان. حسمي المقاطع اللي حتكون في شهر رمضان أو سلسلة المقاطع اللي رح تكون في شهر رمضان، حسميها سلسلة بترون من كتاب. أنا اخترت لكم هذا الكتاب اللي هو كروشي بوردر. ليلة رمضان نزلت لكم مقطع كيف تعملي الإطار حوالين الأقمشة أو حوالين الملابس، هحط لكم رابط المقطع أسفل المقطع هذا. يعني أنت محتاجة تجهزي قطعتك اللي رح حابة تشتغلي عليها، سواء كانت شرشف صلاة، فستان، أو حتى لو كانت كمان قطعة كروشيه أنت مسويتها بطانية أو هي حاجة تانية وحابة تعملي معاها الإطار تقدري تبدأي معايا. هحتاج للمقطع صنارة كروشيه مناسبة للخيط اللي عندك، أو أصغر أو أكبر زي ما أنت حابة. أنا مستعملة 2.25 ملليمتر، أصغر من المقاس المقترح للخيط. الخيط اللي انا مستعملته اسمه ناتشر كوتون، ومقص وابرة للتنظيف، وطبعا شيء اساسي الحاجة اللي انت حابة تشتغلي عليها. واذا عندك الكتاب تفتحي على البترون عشان تتابعي معايا على البترون. رح ابدأ شغلي في البترون وفي كل البترونات حقت الكتاب بإني أعمل دور أساس غرز حشو حوالين القطعة كلها. ففي كل فراغ رح أشتغل 2 غرزة حشو، في كل فراغ رح أشتغل 2 غرزة حشو. هذا حيكون معايا شيء أساسي في كل البترونات أو في كل الإطارات اللي أنا رح أعملها إن شاء الله طول الشهر. فرح أبدأ هعمل هرتفع سلسلة وراح اشتغل عند اول فراغ اول سلسلتين، اول غرزتين حشو، في الفراغ اللي بعده غرزتين حشو، في الفراغ اللي بعده كمان غرزتين حشو، حكمل لين اوصل عند الزاوية في كل فراغ ما بين الزوايا رح اشتغل 2 غرزة حشو. هيكون عندي هذا هو دور الاساس في كل البترونات ان شاء الله. طبعا على الغرزتين الحشو على حسب فراغك، فحاولي انك ما تكوني مكبرة فراغاتك عشان فراغك يتحمل الغرزتين، وما يكون صغير وما يتحمل غير غرزة واحدة. شايفين كيف؟ في الزاوية رح اشتغل 3 غرز حشو، ورح اكمل بعد كده 2 غرزة حشو في كل فراغ. ولما نحجي عند الزوايا رح اشتغل 3 غرز حشو. انا حكمل خلف الكاميرا وحجيكم وقت التكفيل. هذا هو شكل قطعتي لين الان، حكمل وارجع لك.
الآن أنا قربت أوصل للنهاية، رح أشتغل غرزتين في الفراغ اللي قبل الزاوية، في الزاوية رح أشتغل 3 غرز حشو، في آخر فراغ رح أشتغل غرزتين حشو، ورح أقفل بمنزلقة في أول غرزة حشو أنا عملتها في بداية السطر. وهذا هو شكل قطعتي. كده أكون أنا خلصت من الدور الثاني من أدوار الاستعداد. الدور الأول كيف أنه عملته، أني أضفت الكروشي للقطعة اللي أنا بأشتغل فيها. ثاني شيء عمل دور استعداد عبارة عن غرزتين حشو في كل فراغ، 3 غرز حشو في الزوايا. مقطعنا اليوم 12 من رمضان، بترون رقم 17 من الكتاب. هذا هو شكل البترون. الآن عشان أبدأ الدور الثاني من نفس مكان الإغلاق، رح ارتفع 1 2 3 4 سلاسل، وراح اتجاهل 1 2 غرزتين حشو من الأسفل. في غرزة الحشو الثالثة راح أعمل عمود بلفتين، حرتفع سلسلتين، حرجع لنفس الغرزة أعمل عمود بلفتين. عمود بلفتين معناته ألف الخيط على الإبرة مرتين، وكل مرة أسحب من حلقتين نشطة على الإبرة. الآن هتجاهل 2 غرزة حشو من الأسفل. في غرزة الحشو الثالثة رح أعمل غرزة عمود بلفتين. الآن هتجاهل 2 غرزة من الأسفل، وفي الثالثة رح أعمل غرزة عمود بلفتين سلسلتين، حرجع لنفس الغرزة أعمل غرزة عمود بلفتين. الحركة اللي أنا بسويها بتعمل للسبعات والثمانيات. الآن أنا عند الزاوية، الزاوية الثلاثة أنا محتاجتها، بس قبل الزاوية المفروض أنا عندي 2 غرزة حشو وفي الثالثة أشتغل، بس أنا عندي قبل الزاوية فقط 2 غرزة حشو، فرح أطنش شوية الموضوع وأعتبر أنه عندي 3 غرز حشو. فأنا على أساس اللي عندي 2 غرزة حشو، فرح أتجاهل 1 غرزة وفي الثالثة رح أعمل 2 غرزة عمود بلفتين. حرتفع 4 سلاسل عشان أعمل الزاوية، وفي الغرزة اللي بعدها على طول محل ما أنا عملت آخر عمود بلفتين رح أعمل 2 غرزة عمود بلفتين في اللي بعدها. هتجاهل 2 غرزة في اللي بعدها رح أعمل عمود بلفتين، حرتفع 4 سلاسل. في الغرزة اللي بعدها رح أعمل عمود بلفتين. كده أكون أنا كونت الزاوية. الزاوية عندي عمود بلفتين 4 سلاسل، في الغرزة اللي بعدها عمود بلفتين، في حجاها الغرزة، في الغرزة اللي بعدها عمود بلفتين، حرتفع 4 سلاسل، في الغرزة اللي بعدها على طول عمود بلفتين. الآن رح أكمل البترون العادي. حجاها 2 غرزة حشو، في الغرزة الثالثة رح أعمل عمود بلفتين سلسلتين عمود بلفتين. حجاها 2 غرزة حشو، في الثالثة رح أعمل عمود بلفتين. حجاها 2 غرزة حشو، في الثالثة رح أعمل عمود بلفتين سلسلتين عمود بلفتين. حجاها
هتجاهل غرزتين حشو في التالتة، راح أعمل عمود بلفتين، هتجاهل غرزتين حشو في التالتة، راح أعمل عمود بلفتين سلسلتين، هرجع لنفس الغرزة عمود بلفتين. الآن أنا عندي الزاوية وعندي ثلاثة غرز الزاوية، قبلها غرزتين حشو، فرح أتجاهل غرزة وفي الثالثة رح أعمل عمود بلفتين، هرتفع أربع سلاسل، وفي الغرزة اللي بعدها على طول غرزة الحشو التالية مباشرة رح أعمل عمود بلفتين، هتجاهل الغرزة وفي الغرزة التالية على طول راح أعمل غرزة عمود بلفتين، هرتفع أربع سلاسل، في الغرزة التالية المفروض أعمل عمود بلفتين، بس أنا عندي الآن مكان الإقفال، فراح أقفل بمنزلقة في رابع سلسلة من الأسفل، فراح أعد 1 2 3 4، هقفل بمنزلقة في غرزة السلسلة الرابعة، وبكده أكون انتهيت من بتروني للدور الثاني. الآن عشان أبدأ الدور الثالث، محل الإقفال رح أرتفع 1 2 3 4 سلاسل زائد سلسلتين بمثابة فراغ، وحرجع لنفس الغرزة اللي أنا مرتفعة منها أعمل غرزة عمود بلفتين، يعني كأني عملت في الغرزة عمود بلفتين سلسلتين عمود بلفتين. بعد كده في فراغ السلسلتين رح أعمل عمود بلفتين، بعد كده هتجاهل عمود، شايفين الثلاثة أعمدة هذه، العمود اللي في النص رح أعمل فيه عمود بلفتين سلسلتين عمود بلفتين سلسلتين عمود بلفتين. الآن رح يجيني فراغ السلسلتين، فراغ السلسلتين رح أشتغل فيه عمود بلفتين، بعد كده رح أتجاهل عمود، وفي العمود اللي بعد كده رح أشتغل عمود بلفتين سلسلتين، هرجع لنفس الغرزة أعمل عمود بلفتين. الآن في فراغ السلسلتين رح أعمل عمود بلفتين. الآن في غرزة العمود اللي بعد كده رح أعمل عمود بلفتين سلسلتين عمود بلفتين، اللي هي غرزة العمود اللي قبل اللي قبل الزاوية مباشرة. الآن رح أتجاهل فراغ الأربع سلاسل، وفي منتصف الغرزتين هذه في الفراغ رح أعمل خمس أعمدة بلفتين يفصل بين كل عمود وعمود بلفتين غرزتين سلسلة، يعني رح أعمل عمود بلفتين، هاي الثاني، يعني حاجي عند الغرزة هدخل إبرتي فيها، هعمل عمود بلفتين، هرتفع سلسلتين، هرجع لنفس الغرزة عمود بلفتين سلسلتين، هرجع لنفس الغرزة عمود بلفتين سلسلتين، هرجع لنفس الغرزة عمود بلفتين سلسلتين، هرجع لنفس الغرزة آخر مرة، ورح أعمل عمود بلفتين. أنا كده عملت 1 2 3 4 5، ويفصل بين كل عمود بلفتين والثاني غرزتين سلسلة. الآن في غرزة العمود التالية رح أعمل عمود بلفتين سلسلتين عمود بلفتين،
الآن في فراغ السلسلتين راح أعمل عمود بلفتين. الآن حجاه العمود، وفي العمود بلفتين التالي راح أعمل عمود بلفتين، سلسلتين عمود بلفتين، وهكمل بتروني بنفس الطريقة. هرجع لكم حامل معاكم الزاوية مرة ثانية للتثبيت. الآن حيجيني فراغ السلسلتين، راح أعمل فيه عمود بلفتين، حجاه العمود، وفي العمود التالي راح أعمل عمود بلفتين. عمود بلفتين سلسلتين عمود بلفتين، في فراغ السلسلتين راح أعمل عمود بلفتين، حجاه العمود، وفي العمود التالي راح أعمل عمود بلفتين سلسلتين عمود بلفتين. الآن راح أجاه الفراغ الأربع سلاسل وأنا في منتصف الزاوية. في الفراغ اللي ما بين العمودين راح أعمل خمس أعمدة بلفة يفصل بين كل عمود وعمود غرزتين سلسلة، هذه واحد سلسلتين، حرجع لنفس الغرزة حعمل عمود بلفتين ثاني سلسلتين، حرجع لنفس الغرزة حعمل ثالث عمود بلفتين سلسلتين، حرجع لنفس الغرزة أعمل رابع عمود بلفتين سلسلتين، حرجع لنفس الغرزة أعمل آخر عمود بلفتين. الآن حجاه الفراغ الأربع سلاسل، وفي العمود التالي راح أعمل عمود بلفتين سلسلتين عمود بلفتين، و راح اكمل بتروني. حرجع لكم للتكفين. الان انا عملت الزاوية الاخيرة وجاني فراغ الاربع سلاسل وسلاسل البداية اللي انا بدأتها. الان انا مستعدة اني اقفل شغلي، فراح اعد من اسفل 1 2 3 4. في غرزة السلسلة الرابعة راح أقفل بمنزلقة وأنهي شغلي، حرتفع سلسلة. كذا أكون انتهيت من بتروني لليوم. أتمنى أن المقطع عجبكم وفادكم. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب، وتابعوا الجديد اللي راح ينعرض في القناة في الانستغرام، رابط الأكاونت أسفل المقطع. هذا كل شيء بالنسبة لليوم، وأشوفكم بكرة بإذن الله. باي.